مسلسل طويل من المزايدات ومحاولة استغلال القضية الفلسطينية تجلى مرة أخرى في الحرب على قطاع غزة لتظهر حقيقة أطراف حاولت جاهدة تلميع صورتها التي كشفت للجميع ضمن هذا المسلسل طالب مقتدى الصادر الحكومة والبرلمان بالتصويت على غلق السفارة الأمريكية في العراق لكن رئيس الحكومه محمد السوداني لم يتاخر في الرد ليعلن رفضه مثل هكذا خطوه تحت لافتة مفادها ان الدوله هي المسؤوله عن اتخاذ القرارات الكبيره متناسيا كل ما جرى تحشيده لتسويق حكومته على انها حكومه مقاومه بحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى وان الدوله هي المسؤوله عن اتخاذ القرارات الكبيره وفقا للدستور وانطلاقا من المصلحه العليا للعراقيين، التي يجب ان تكون حاضره امامنا في كل خطوه وفي كل حدث. حل الخلافات بالطرق الدبلوماسيه التي تحدث عنها السوداني ليست هي اللغه التي كانت تنتهجها مكونات الاطار التنسيقي من احزاب وميليشيات. بيد ان مصلحتها اقتضت تغيير خطابها وهو ما دفعها لعقد صفقه تتضمن منع استهداف السفاره الامريكيه ببغداد مقابل عدم اثاره السفيره الامريكيه الينا رومانسكي قضايا تثير فيها نقمه الشارع العراقي ضد حكومه السوداني. اليوم لم يعد العراق مصدرا لتهديد اي طرف كما كان عليه في زمن الدكتاتوريه والعراق لم يعد بؤره مصدرا للازمات سياسه العراق الخارجيه قائمه على اسس التعاون لتجاوز الازمات بالحوار البناء وبتغليب المصالح المشتركه يصرح رئيس الجمهوريه الحالي عبد اللطيف رشيد هنا مفتخرا بان العراق لم يعد مصدر لتهديد اي طرف كما كان عليه سابقا وكان الوقوف بجانب المظلوم والانتصار للشقيق الذي يعتدى عليه أمر مخجل يجب التبرؤ منه صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلت عن مستشار السوداني للشؤون الخارجية فرهاد على الدين قوله إن أولوية الحكومة حاليا البقاء خارج الصراع وهي فعلا خارجة لأن لديها صراعا من نوع آخر صراع شركاء العملية السياسية على المناصب والنفوذ والاستيلاء على ثروات العراق وتحويله إلى دولة هامشية لا وزن لها ولا أهمية لمصلحه ايران ومحورها الممانع بالثرثره